إذا مشاهدي قناة شوف تي في، دائما من الأمام مركب محمد الخامس، لحظة دخول جماهير فريق الوداد البيضاوي اللي غادي يكونوا حاضرين في المقابلة القوية اللي غادي تجرى ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي. هذا الأخير اللي تحصل على 3 نقاط كاملة. اليوم فريق الوداد البيضاوي غادي يحاول أنه يتحصل على نتيجة إيجابية، واللي هي 3 نقاط ضرورية ومؤكدة باش ما يدخلش الفريق يعني في واحد مرحلة ديال الشك. هاد المرحلة ديال الشك اللي كتكون في بداية البطولة، حتى مدرب ولا لاعب ما كيتمنى أنها توقع. فاليوم مفروض على فريق الوداد البيضاوي أنه يفوز. مقابلة اللي كنظن بأن غادا تكون بحضور جماهيري قياسي. فاحنا متبعين كل التطورات والجديد ديال هاد المقابلة والكواليس ديال هاد المقابلة. كنتكلم على المحيط ديال ملعب مركب محمد الخامس. المقابلة غادا تجرى اليوم على الساعة 6 مساء، بداية توافد الجماهير الودادية على مركب محمد الخامس. البارح شاهدنا مقابلة قوية لجماعة فريق الرجاء البيضاوي أولمبيك أسفي، مقابلة اللي كانت فيها فقط نقطة لكل فريق من بعد مكان فريق أولمبيك أسفي. فاز بهدفين، والآن تواجد كذلك أو توافد رجال الأمن بأعداد غفيرة، كذلك تواجد ديال القوات المساعدة. فمازال الجماهير كيتوافدوا ساعتين أو 3 ساعات قبل المقابلة. هذا هو المدخل المفضل لفريق الوداد البيضاوي، المكان المسمى بفريميجا. فنتمنى من الجماهير ان كذلك انها تحاول انها تساعد وتسهل المأمورية على رجال الامن، بالاخص يعني في مرحلة ديال دخول الجماهير. الان مازال الامور تحت السيطرة، ما كاينش واحد الجمهور كبير، لان هذه يلاه تقريبا 3 أونس مازال الوقت على المقابلة، ولكن مع اقتراب وقت المقابلة فغادي يكون واحد الرقم كبير، وغيكون واحد الضغط على الابواب المؤدية لداخل الملعب. فنتمنى أن الجماهير تيسر الأمور مع رجال الأمن والمراقبين ديال المقابلة ديال الأبواب. غادي نوصل لنهاية المباشر باش نتنقل لمكان آخر من محيط مركب محمد الخامس، نشوفوا أشنو واقع ونقربكم أكثر من الصورة. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.